شمل برنامج دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة أحد البرامج الإغاثية التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن بشكل مباشر أو عبر مؤسسات إغاثية شمل عدة محافظات يمنية، وبواقع مئات الآلاف من الفقراء والمتضررين من الحرب، واستهدفهم على النحو التالي: تأمين 100,000 سلة غذائية لمحافظة تعز اليمنية بقيمة تراوح 1,300,000 دولار، استفاد منها أكثر من 600,000 نسمة، وذلك عبر ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز. توفير 100,000 سلة غذائية في كل من الضالع ولحج وأبيان بقيمة تصل ل4,400,000 دولار تحت إشراف الإغاثة الإسلامية عبر العالم، واستفاد منها 600,000 شخص. تأمين مواد غذائية مختلفة في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت بمبلغ يفوق 480,000 دولار، استفاد منه 35,000 من سكان تلك المحافظات. الحصول على الأمن الغذائي اللازم ومكافحة الجوع ل70,000 شخص إضافي بمحافظة حضرموت، وبتكلفة بلغت 1,665,000 دولار. دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة في منفذ الوديعة وتقديم وجبات جاهزة للأكل نفذته الفرق الميدانية في المركز بقيمة 900,000 دولار، واستفاد منه 100,000 شخص. مشروع دعم الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة في منفذ الوديعة خلال شهر رمضان المبارك من العام الماضي 1436، ونفذته الفرق الميدانية في المركز بقيمة تفوق 330,000 دولار، مستفيدا منه حوالي 250,000 نسمة. واستفاد حوالي 600,000 نسمة آخرين في محافظات إب ومارب والجوف وحضرموت من مشروع الأمن الغذائي للمحافظة على الحياة بتنفيذ الهيئة العالمية للتنمية البشرية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وبقيمة تراوح 3,200,000 دولار. تأمين 22 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية و40 طنا من التمور و6,000 سلة غذائية في محافظة صعدة بتنفيذ الهلال الأحمر اليمني، وبقيمة 400,000 دولار أمريكي، واستفاد منه 50,000 من أبناء محافظة صعدة. مشروع معالجة مشكلة العالقين في منفذ الوديعة بقيمة 228,000 دولار أمريكي، واستفاد منه 100,000 شخص. توفير 100,000 سلة غذائية للمحتاجين في صنعاء بتنفيذ الندوة العالمية للشباب الإسلامي، واستفاد منها 600,000 من سكان المحافظة، وبتكلفة فاقت 4,000,000 دولار.